شهر مايو كان شهر طويل جدا، فالحاجات اللي انا خلصتها كتيرة. تعالوا بقى نشوفها ونشوف ايه اللي انا ممكن اكرره وايه اللي انا مش ممكن اكرره. الغسول ده بتاع فيشي نورما ديرم احب ان انا اكرره جدا جدا، بس المشكلة بقت في سعره. شهر مليء بالغسولات، في غسول ساش اللي هو اسمه سوبر رينس، ده حلو جدا وطبعا احب ان انا اكرره. غسول تاني من بايومي للبشرات الجافة اسمه جلومي، حلو جدا هتحبيه جدا لبشرة الجافة. سالر ووتر برضو من بايومي كوزماتكس، حلوة جدا وسعرها لذيذ. افتر سان جل من نام فيس، وهي براند لوكال، انا كنت بستخدمه كمرطب ويعتبر تحفة لو تستخدميه كمرطب للبشرة الدهنية. تو هايلورونيك اسيد سيرمز، ده من فيشي وده من لاروش بوزي، وانا عن نفسي بفضل بتاع لاروش بوزي. ترسان جل من بايوديرما، تحفه تحفه يا بنات بجد، حلو جدا لو راح المصيف. سيرم العين ده من فارم ستاي بالبلاك سنيل، تحفه تحفه، بس انا بفضل الكريمز. كلينزنج بوم ده بتاع كلينت زيرو، ده احلى حاجه بستخدمها لازاله الميك اب، زي السيرم الاحمر بتاع دي اورديناري، بس ده من براند روسي حلو جدا، بس للاسف ما بقتش بلاقيه فطبعا يعني اكيد مش هكرره. استنوا بقى بارت 2 لان الفيديو طبعا ما قضاش كل حاجه. يلا لايك واستنوا بارت 2.